اليوم لا تروازيم ايديسيون دو جات بايك اللي هو اكبر تظاهره نتاع دراجات في تونس، رقم قياسي جديد، اكثر من 1500 مسجل في التظاهره هذه باش يشاركوا. نتوقعوا اعداد كبيره زادة في الحضور. التظاهره نتاع جات بايك لا تروازيم ايديسيون باش تكون نهار 5 مي في بوبوت في الحمامات. التظاهرة هذه عندها برشا بعد رياضي اللي هو لأربع سباقات في نفس الوقت، فما زاد بعد ثقافي تعريف بالمناطق الأثرية نتاعنا والحضارة الحضارات القديمة اللي تعدت في تونس، بعد زاد اجتماعي باش نساعدوا معناها جمعيات موجودة في المنطقة، فما بعد زاد باش عائلي اللي باش نحطوا فما ورشات للصغيرات واللي اكبر شويه معناها العاب موجود على عين المكان باش بعد ترفيهي موجود. وكاو دونك ان شاء الله السنه باش تكون قياسيه على كل المستويات، اربع سباقات، سباق 70 كيلومتر و55 35 درجه جبليه و20 كيلومتر فيلو بورتوس. الاعمار المشاركه اي واحد ينجم يشارك في المسابقه هذه لازم يكون يسجل على موقع gatbike.in. فما تسجيل وفاه توا على الموقع، فما التسجيل سور بلاس. دونك اقل عمر ينجم يكون 18 سنه نورمالمون بالنسبه للمسابقات اللي يكون فيها مجازين موجودين، وبالنسبه للفيلو بورتوس 16 سنه اقل عمر. بالنسبه للسباق الدراجات للجميع، اي دراجه ممكنه تنجم تشارك بها الا الدراجه الكهربائيه. فما مسابقات باش يكونوا، فما طومبولا اللي باش يحضروا، فما قيمة جوائز جملية 30 ألف دينار معناها في فما بالنسبة للمسابقات الكل.